مرحبا بكم في قناة جونتياس تي في. موضوع حلقة اليوم هو مدينة ستات. فبالنسبة للقرن الماضي أو في العشرينات، فمدينة ستات كانت على الشكل اللي كتشوفوه معي الآن، مناطق خضراء جذابة زائد بحيرات في المستوى الرافع وأماكن سياحية كتخلي الناس إلى الساكنة وحتى الأجانب كيتمتعوا بكل أطراف المدينة. وبهذه الوتيرة كان الاقتصاد ديال مدينة ستات في نمو تصاعدي ونسبة البطالة قليلة جدا. أما اليوم فمناطق الخضراء اللي كنا كنشوفوا في السابق اصبحت في واحد الوضع لا يحسد عليه. وحسب الاحصائيات الاخيره فساكنة ستات حوالي 832 الف نسمه، ويا الله عنده واحد الحي صناعي صغير بزاف. هادشي ينتج على ارتفاع نسبه البطاله مما ادى الى تزايد الاجرام والسرقه والتجاره المخدرات. زائد على هذا فاحنا في زمن ترام وتغيير وسائل النقل قديمه الى الحديثه، ومازال كنشوفوا الكراول في السونترفيل كيديو لاماكن معينه في مدينه ستات. زائد على هذا ايضا فمدينه ستات الاطفال ديالها ما عندهمش فضاء معين ومجاني باش ما يتحرموش من الطفوله ديالهم. اما في اوقات الشتاء فكنشوفوا بنايات هشه وفيضانات في جل الاحياء وازقه المدينه. فهذه المعطيات كامله كتخلينا نطرحوا اكثر من تساؤل على مستقبل مدينه ستات. ويبقى الحلم الكبير والمستبعد والخيالي هو كالتالي: